من بمتونهن باهتمامي يا ابن الفرج مثل امتلال المساجين ويوم اطلقوهن مثل جول النعامي سلايل صاحوا عليهن مجفين بسم الله وعلى بركة الله نسير ونستعين انطلاقة جديدة موفقة وسليمة بعون من الله ثم بجهود اللجان القائمة والمنظمة لهذا المهرجان انطلق على بركة الله شوط من أشواط الحقائق الشوط السادس لفئة القعدان والمسافة 4 كيلومترات هي رحلتنا ومسافتنا لهذا التحدي ولهذا الصراع مباشرة مع المركز الأول في هذه اللحظات حيث أرى في الصدارة في المقدمة في أول أسماء ونداءات هذا التحدي شعار السيد سلطان بن سعيد بن راشد بن سعيد الخاطري مع المركز الأول ومع الصدارة مع الفارس الله بينما المركز الثاني في هذه اللحظات حيث أرى من غير وتسلل بدوره على المركز الأول وعلى الصدارة سليم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري مع عجيب مع الصدارة ومع المقدمة بينما الدور دور المركز الثالث في هذه اللحظات حيث أرى في هذه الأثناء يحمل الرقم 33 مبارك بن محمد بن سالمين بن مبارك العامري مع معاند الله يا معاند نتأخر قليلا حيث نحاول أن نأتي بالمركز الرابع في هذه اللحظات ولكن خلوني مع الثلاث المراكز الأولى خلوني مع المقدمة خلوني مع المركز الأول ومع الصدارة في هذه اللحظات نعم وصلنا في رابع المراكز يحمل الرقم 16 راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري مع شاهين في رابع المراكز ورابع الأسماء نعود وإياكم مع المركز الأول ومع الصدارة في هذه اللحظات حيث أرى وإياكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء شعار السيد مشعل بن ناصر بن عايش البلوي مع الفيصل على الصدارة وعلى المقدمة بينما المركز الثاني أرى في هذه اللحظات شعار السيد سليم بن مسلم بن حمرور العامري مع عجيب عجيب يا عجيب بينما المركز الثالث في هذه اللحظات حيث أرى في هذه الأثناء إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء ها هي الأسماء وها هي الشعارات المنطلقة المندفعة في هذا المحفل وفي هذا التحدي الكبير ها هو تراثنا تراث الآباء والأجداد الذي يستمر بها شبابنا حتى أجيال قادمة بإذن الله تعالى إذن التحديات مستمرة و ضمن هذا المهرجان مهرجان جائزة الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الرابعة حيث التحديات والمنافسات متواصلة إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء نعود وإياكم إلى مجريات هذا التحدي إلى مجريات هذه المنافسة وإياكم إذن مشاهدينا متابعينا لفاضل التحدي
التحديات مستمرة، المنافسات قائمة على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وشدوا هل الهجن العريبات ماشين كل يبيله، يما الأجواد عادة تمشي على الهقوات، بعض المساكين وبعض المماشي ما بهل القرادة. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير مع المقدمة في هذه اللحظات، حيث أرى في هذه الأثناء وإياكم مع شعار سليم بن مسلم بن قنزول العامري مع عجيب، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات حيث أرى مبارك بن محمد بن سالمين العامري مع معاند، ووصل في ثالث المراكز وثالث الأسماء وصل شعار سليمان بن بخيت بن محمد المنهالي مع عالي عالي عالي، ولكن رابعا وصل في هذه اللحظات عبد الله بن حمد بن علي الربيعان المبتكر مع المبتكر. الله، أعود مجددا مع التغيير مع المقدمة في هذه اللحظات، حيث أرى في هذه اللحظات شعار السيد سليمان بن محمد بن خويتم المنهالي مع عالي 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 عالي. المركز الثاني في هذه اللحظات يصل يتسلل في هذه الأثناء عبد الله بن حمد بن علي الربيعان مع المبتكر مع المركز الثاني. ثالثا يصل في هذه اللحظات وإياكم مشاهدينا الأعزاء سليم بن مسلم العامري مع عجيب، ولكن روح 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 مع الصدارة، روح مع المقدمة. تهانينا تهانينا وألف مبروك لشعار الإمالك لمالك علي سليمان بن بخيت بن محمد المنهالي، من وصل في أول المراكز وأول الأسماء، بينما من وصل في ثاني المراكز وصل شعار عبد الله بن حمد بن علي الربيعان مع المبتكر، بينما المركز الثالث وصل شعار سليم بن مسلم العامري مع عجيب، رابعا يأتي رفيع بن سمعان الشمري مع مرموق، وخامسا يصل حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي مع مصدع. التوقيت الزمني لهذا الشوط 6:24 24 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك للفائز بالمركز الأول، وأيضا حظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ في هذا الشوط، وأيضا الانطلاقات والتحديات مستمرة ضمن هذا المهرجان بانتظار انطلاقة جديدة.